الآن إسرائيل وأمريكا في كفة وفي عزلة، حتى الدول الأوروبية التي كانت مؤيدة لإسرائيل في البداية انفكت عنها وعن أمريكا. القرار الجمعية العامة الأخير اللي هو بإنهاء الاحتلال بتصويت 124 دولة، بمعنى أن أغلبية المجتمع الدولي هي رافضة للعدوان الإسرائيلي ومؤيدة لحق فلسطين. فقط من يدعم إسرائيل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، معروف هذه الدول ربما ألمانيا وغيرها، لكن على الأقل هناك الآن إسرائيل لها عزلة دولية. نعم. ما الذي يدفع إسرائيل الاستمرار في هذه العدوان وهذه إساسة الأرض المحروقة وتدمير القنابل؟ هي الأسلحة الأمريكية والدعم الأمريكي، وأن أمريكا لا تمارس ضغوط، بل بالعكس يعني في بعض الأوقات كان بايدن يقول أن ما تقوم بإسرائيل ليس جرائم إبادة جماعية، يبرر يعني يقدم التبرير لإسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وهذه يعني هي طبعا هذه طبعا الكلمة الباطلة التي تقوم بها إسرائيل بتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير القاصر الفلسطينيين، وللأسف قتل أكبر عدد من السكان الفلسطينيين كما رأينا في غزة على مدار العام الماضي يعني. نعم. طيب مستمرين معك دكتور أحمد سيد أحمد، أكيد في هذه المتابعة وهناك العديد من الملفات كما ذكرنا، فكرة مخاطبة الأمريكيين بوقف الحرب، يعني أيضا الشعب الأمريكي بما أنه مهموم بحالاته الاقتصادية هو يدرك جيدا أن الحروب تساهم بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي. هل يحمل هاريس بما أنها كانت نائبة لبايدن الحرب على أوكرانيا ودعم الأمريكي لأوكرانيا ضد روسيا؟ بالفعل إيمان، يعني لأول مرة ربما في هذه الانتخابات أن هناك تأثير مباشر للسياسة الخارجية على خيارات الناخب الأمريكي. نعم. وتأثير متبادل، بمعنى أن المواطن الأمريكي اهتم بالاقتصاد والتكاليف المعيشية، لكنه وجد أن سياسات إدارة بايدن ومع بالطبع كمال هاريس في عسكرة العلاقات الدولية، إشعال الحروب والحرائق سواء في أوكرانيا سواء في الصين والحرب التجارية مع الصين وحرب العقوبات على الصين أو في الشرق الأوسط، هذه الحروب كان لها ارتدادات على سلبية على الناخب الأمريكي، لأن أدت ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية، صحيح، لأن تأثرت سلاسل الإمداد، العالم كله تأثر، وبالتالي المواطن الأمريكي تأثر، رغم أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي استفاد من هذه الحرب لأنه نشط عدد مبيعات الأسلحة الأمريكية، لكنها لم تنعكس على المواطن الأمريكي. لم تنعكس على المواطن في معيشته. وبالتالي بدأ يشعر أن هذه السياسات الخارجية القائمة على فكرة إشعال الحروب وغيرها بدأت تؤثر عليه سلبا، ولذلك سيكون لها تأثير سلبي في خيارات الناخبين في معاقبة أو تصويت عقابي، بمعنى تصويت عدم التصويت لكمال هاريس والتصويت لترامب، ليس حبا في ترامب ولكن عقابا واحتجاجا على سياسات كمال هاريس وبايدن في عسكرة هذه العلاقات. طيب. هذه نقطة. النقطة الأخرى التأثير الآخر وحرب غزة، طبعا يكون لها تأثير لأن جزء كبير طبعا من العرب والمسلمين، هناك 4 مليون من العرب والمسلمين، سيكون لها تأثير في الولايات المتحدة. بس هل لهما التأثير الذي يحسم الانتخابات؟ هناك نقطة متعلقة أيضا في هذا الأمر، لا ننسى أن ما حدث في غزة أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة بتعاطف الرأي العالمي من جديد، خاصة عندما رأوا أن الضحايا من النساء والأطفال. هل تعتقد أنه يعول على هذا التصويت العقابي إذا ما حدث لترامب على حساب هاريس أن يشارك فيه بعض الأمريكيين وليس العرب وحدهم؟ يعني اولا طبعا مهمه العرب والامريكيين، العرب المسلمين الامريكيين سيكون لهم تاثير هذه المره، تاثير مهم خاصه في الولايات المتارجحه كما نقول ولايه ميتشيغان. نعم. ميتشيغان بها 100,000 صوت عربي ومسلم. هؤلاء اذا اعتبرنا ان فارق الفوز في الولايه بين المرشح بين هاريس وبين ترامب لا يزيد عن في حدود من 10 ل 20,000، هنا هذا الصوت سيكون له تاثير كبير. نعم. جزء من العرب والمسلمين هو منقسم الى ثلاث، يعني ليس كتله واحده، جزء سيصوت لترامب لعقابا لكمال هاريس ورفضا لها، خاصة أن ترامب وعد بنهاء الحرب، وكان صحيح. وإمام المسجد الكبير في ميتشيغان أعلن أنه مع ترامب.